هنيئا إذن للرجاء البيضاوي وهنيئا لجماهير الرجاء، وتحية لكم مشاهدينا لمتابعة هذه النشرة والتي تصادف تتويج الرجاء بلقبه العاشر من البطولة الوطنية. إذن قبل دورة واحدة من إسدالية الستار عن الموسم، الرجاء يفوز بدرع البطولة الوطنية بعد فوزه على أولمبيك خريبكا بهدفين لواحد، عودة لهذا الفوز وتتويج الرجاء باللقب في ورقة طلال الأسرار. وأخيرا تعلو رايات النصر للرجاء العالمي بعد نجمة عاشرة عاندت كثيرا جماهير الرجاء، لقب استحق لحظة شكر بعد موسم شاق وطويل أنهاه الرجاويون بدرع ينضاف إلى قلعة الرجاء، لتعم بعد ذلك الفرحة بألوان خضراء. مباراة الرجاء وأولمبيك خريبكا حبست الأنفاس بعد هدف مبكر للخريبكيين وصمت رهيب ينتشر بمركب محمد الخامس. بكر الهلالي وبمجهود فردي كان قريبا من تأجيل أفراح الرجويين بعد تسديدة قوية تجد ياسين الحد. النسور الخضر كانوا مصرين على الاحتفال وهدف رشيد سليماني يعيد كل شيء إلى البداية. الشوط الثاني سيحمل أنباء أخرى للرجاء بعد أن اصطاد محسن متولي ضربة جزاء. متولي سيمنح الرجاء هدف الفوز والخلاص. بعد ذلك الحكاية تعرفونها، احتفالات وأفراح باللقب العاشر. كنا مدينين لهذا الجمهور العريض بهذا اللقب هذا، وما يمكن لي الا نهني اللاعبين على المجهود ديالهم اختلاط السنه. عندنا لاعبين في مستوى ولاعبين اللي ضحاوا كثير باش لحقوا هذا اللقب. المباراه كانت في المستوى، كانت فترة اللعب لصالحنا ولصالح الرجاء البيضاوي. حنا بدينا ب 30 دقيقه الاولى مع الهدف، مع الاسف يعني كانوا واحد جوج ديال الاعطاب داخل الفريق اثروا شيئا ما على اللاعبين ديالنا، ولكن على كل حال فريق الرجاء البيضاوي بهذا الجمهور هذا بهذه الكثافه يستحق البطوله. هذه الثمره ديال مجموعه ديال المجهودات قمنا بها من الصيف، كندير هذا التتويج للجمهور هذا العظيم. تنقول انه فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، وبهذه المجموعه غنرجعوا الرجاء الامجاد ديالها، وان شاء الله مزيد من الالقاب ان شاء الله. الرجاء البيضاوي وبطل المغرب، وبعد فوز اليوم تكون حصيلته 57 نقطة تفاصيلها 17 فوزا بالإضافة إلى 6 تعادلات و6 هزائم. النسور الذين انتظروا حتى هذه الدورة 29 لحسم اللقب، كيف كانت مسيرتهم قبل ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في تقرير محمد عبد الرزاق. على بعد أيام قليلة من نهاية الدوري الوطني، كان لزاما علينا استحضار مسيرة الرجاء البيضاوي، كيف حلق النصر وصال وجال في رحاب الترتيب العام. بوادر الزحف تجلت منذ الدورة 15 حينها انقد الرجاء على الرياضة لتتوالى النجاحات وحصد الأخضر واليابس. سجل ذهبي وثقه الأخضر في محطة الإياب بعثرتين فقط. قوة الفريق الأخضر اتضحت أكثر حينما هزم القرش النصفوي بحصة عريضة وأزاح خصما عنيدا من طريقه، لتبوح البطولة بجزء كبير من أسرارها للرجاء، انتصار تلو الآخر ورغبة لا محيد عنها نحو اللقب. وماذا بعد؟ حصد الرجاء اللقب، ونجمة عاشرة لم تأتي من فراغ، بل ثمار عمل مضني وفلسفة تقنية زكاها محمد فاخر بمعية استقرار إداري. بوأ الرجاء منصة التتويج.
ولقب الرجاء البيضاوي هذا الموسم هو العاشر في خزانته التي تعج بالكؤوس. الفريق الأخضر نجح في التتويج في مسيرته الكروية بالكثير من الألقاب تتوزع بين البطولة وكأس العرش وأبطال إفريقيا وكأس الكاف وألقاب أخرى محلية ودولية. عودة لألقاب الرجاء مع ياسر مربوح. تلاتمت حروف أدائه في أكثر من مرة، لكن في حيازته لألقاب البطولة الوطنية تألق في عديد المناسبات يجب ما سبق. الرجاء وحكاية التسعة ألقاب التي ينطق بها التاريخ إلى حدود الساعة في انتظار أخرى. الحكاية سهلت موسم 87-88 تحت عنوان الرجاء هو البطل، ليصوم الفريق عن لقب البطولة الوطنية 8 سنوات ويعود موسم 95-96 لمعانقة اللقب في حصد مستمر لصفة البطل على مدار 6 سنوات متتالية حصد فيها الفريق الرجوي الأخضر واليابس بنقاط مختلفة جمعت بأداء وكد اللاعبين. ليظل رقم 67 نقطة هو الرصيد الأعلى إلى حدود الساعة بالنسبة للفريق الأخضر. إلى حدود سنة 2001 الرجاء غاب عن التتويج وعاد موسم 2003-2004 لمعانقة اللقب الثامن له بسرداب البطولة الوطنية ليغيب 4 سنوات أخرى ويعود بعدها لمغازلة اللقب موسم 2008-2009 مع المدرب البرتغالي جوزيه روماو وتسع الألقاب داخل الخزانة الخضراء. ليكون بذلك مسلسل الرجاء والبحث عن المزيد من الألقاب متواصل بنغمة الأرقام التي تجعل التاريخ ينطق بأحرف قد تلعتمت في السابق بين المنافسة على نيل الألقاب ومتمنيات لجمهور أخضر يرغب دوما في ربط الحاضر بالماضي.